حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد المتجدد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذا العدد نقف قليلا وربما طويلا مع الشجن والحزن، مع الألم والأمل، مع التمسك بحق لا يسقط بالتقادم، مع شيء من الإصرار على انتزاع الحق رغم صعوبة الواقع ورغم قسوة يد الجلاد. حين تصنع الكلمة وطناً وإن التحفت برد الغربة فإنها تبعث الدفء في قصيدة تحمل إلى أجيال قادمة لتذكرهم أن هناك شمساً تنتظركم في وطن لا ينبغي عليكم أن تنسوه البتة. مشاهدينا، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عنكم اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي هنا في الأستوديو بالشاعرة السورية سيدة نارت الشيخ. أهلا وسهلا بك وأنرت بيت القصيد. أهلا بكم، أشكركم على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه المقدمة الرائعة مع الألم والأمل الموجودين فيها. أشكرك سيدة نارت. في البداية حينما نستحضر يعني فكرة الأمل والألم، هذا التناقض المترافق والمتلازم دائما، ما الذي يخطر ببالك حينما تستمعين لكلمتي الأمل والألم؟ يعني حقيقة هذان الأمران لا يمكن أن ينفصما عند الإنسان، وخاصة الإنسان العربي. هو يعاني لكنه أيضا يشعر بأن هناك بوادر أمل، لنقل نجوم في السماء تلوح من بعيد. فهذا الأمر يعني برأيي مرتبطان تماما، ألم وأمل. قبل القصائد المطولة دعينا نذهب مباشرة إلى افتتاحية قصيرة. نعم. ومنها نذهب إلى بدء النقاش. تفضلي. أنا أود بالبداية الترحم على شهداء الثورة السورية وكل شهداء العالم الذين يعني يقاتلون من أجل قضية يجب أن يكون المحور الأساسي فيها هي الحرية. وأريد أن أترحم على شهيدنا البارحة، عريس البارحة الذي اليوم يزف هو الآن، عبد الباسط ساروت. وأبدأ بمفتتح لكل الشهداء والأسرى في كل مكان، أقول النازفون على أهدابنا دمعا، والثاقبون بأوجاع الدجى سمعا، الموقدون شموع الحلم منطفأوا، الذائبون لكي لا ننطفي شمعا، مروا خفافا فلا ذكراهم وجع للعابرين، ولسنا مثلهم وجعا لكن أقبية أحشاؤها لفظت، ثم الحكاية في أحشائنا تسعى هذه الضلوع، مفاتيح إذا صدئت في كل زاوية تلقى لهم ضلعا. هذه الضلوع مفاتيح إذا صدئت في كل زاوية تلقى لهم ضلعا. هذه الضلوع التي تبقى تذكار لرجال يعني عاشوا من أجل غيرهم، بذلوا أرواحهم جسرا حتى يعبر عليه الآخرون، هؤلاء الذين يضحون وهم يعلمون أنهم لن يقطفوا ثمرة تضحياتهم، كيف نصفهم وكيف ننصفهم أيضا؟ نعم، باختصار هم مفاتيح الثورة وهم مفاتيح الحرية التي ننشدها، هذه المفاتيح التي لا يمكن أن تصدأ. لذلك أنا قلت هذه الضلوع مفاتيح، هي ضلوعنا إذا صدئت، أما أولئك فهم المفاتيح التي لا يمكن أن تصدأ. حتى لو استشهدوا، لو يعني حصل ما حصل لهم، لكن لا يمكن أن يموتوا أبدا، هم أحياء. شيء عن عبد الباسط الساروت، وهو يعني حارس الثورة كما يصفه كثير من السوريين. نعم. وهو الذي يعني أحب أن يتخلى عن مجد زائل من أجل مجد تتوارثه الأجيال. نعم. فكان حنجرة الثورة، وكان من أوائل من دفعوا عن أهالي حمص، حتى أنه وهو مصاب كان ينادي بنجدة. نعم. المحاصرين من أهالي حمص. رسالة وفاء لهذا الرجل، ماذا عساك قائلة؟ أنت أيها الساروت الوسام الذي زين صدر ثورتنا الكريمة، لا يمكن أن ننساك. أريد أن أوجه إليه مع الألم الذي عشناه البارحة، كنا يعني أنا وجدتني أتخبط بين الفرح والألم. المميز في الساروت أنه كان صادقا، هذا الذي جمع الشعب السوري على استشهاد الساروت، كان مناضلا حقيقيا،
أيها الساروت سنمضي على نفس الطريق الذي سرت عليه رجالا ونساء. إلى الشعر مجددا. أنتقل إلى قصيدة حتى يئن الأخمص أو أنين الأخمص. تفضل. هي عن الوجع السوري في الغربة. هما تزيد ونصف عمر تنقص، وعلى جراحك ألف ذئب يرقص، متربصا بالحزن تجهل أنه بك قبل أن تلج السنة متربص. هما أعيدي. هما تزيد ونصف عمر تنقص، وعلى جراحك ألف ذئب يرقص، متربصا بالحزن تجهل أنه بك قبل أن تلج السنة متربص. يا غارقا في الشوق حين طبعت في وجع الرسائل قبلة المخلص. الله. أخفيت ما أخفيت محض تجارب، فالدمع يشرح والحروف تلخص. أخفيت ما أخفيت محض تجارب، فالدمع يشرح والحروف تلخص. كم خانك التعبير حتى خنته، حاولت لكن لم يفتك تخلص، وحرصت أن تهب الهموم حشاشة لكنها من كل حرصك أحرص. بترت نياط الروح لم تعبأ بها، فالروح عندك رحلة وتقمص. تجتاز مقبرة الحنين بغربة، وخطى فؤادك نحوها لا تنكص ليلى، وتحتدم المشاعر فجأة لتثور من تحت الرماد وترهص. الله. ليلى، وتلتهب العروق كأنما وجع الرحيل حرارة لا تنقص. يا صامتا كالليل كل خلية، فمقهرك المكبوت فيك ستقصص. كم متعب الشوق شب بجسمه من رأسه حتى يئن الأخمص. كم متعب الشوق، كم متعب الشوق شب بجسمه من رأسه حتى يئن الأخمص. مترقب في مقلتيه توجس، قد تولد الأحلام أو قد تقنص. وأنا المقيد في زنازين النوى، أمتد في الآفاق أم أتقلص. وأنا المقيد في زنازين النوى، أمتد في الآفاق أو أتقلص. الله. يا مفرطا في جلد ذاتك ليس ذنبك، إنما ذنب الذين تخرصوا. الله. ثوب الكرامة أنت من فصلته، فدع الذين من الثياب تملصوا. ثوب الكرامة أنت من فصلته، فدع الذين من الثياب تملصوا. غلت الموارد في البلاد وعندهم، من كل شيء أنت وحدك أرخص. الله الله، ما هذه الصادية الممتلئة بالفعل بالوصب، بالشجن، ربما لوم ناس وإنصاف آخرين. هل هي فكرة كفتي الميزان؟ نعم نعم. أنا انطلقت، يعني أنا أتحدث هنا عن الإنسان في المغترب. نعم. كيف أنه يزيد همًا ونصف عمر ينقص هذا الإنسان، وفوق الألم الذي يعانيه والغربة يجد من يلومه أيضا. فهذا أولئك اللوام، يعني أنا أقول له في قبل الأخير، يعني ثوب الكرامة أنت من فصلته، فدع الذين تركوا الثورة، فدع الذين من الثياب تملصوا. ليس كل إنسان يبحث أو يريد الثورة أو يريد الكرامة، لنقل بمعنى آخر، ليس سواء أبدا. لذلك عليك ألا تندم، ألا تلوم نفسك. هو يلوم نفسه، يقول قد تولد الأحلام أو قد تقنص، يعني يمكن أن تقتل الأحلام. وأنا المقيد في، سأبقى أنا في الغربة، أنا المقيد في زنازين النوى، أمتد في الآفاق، الامتداد صلحت. في أمريكا، في ألمانيا، في غيرها، أو أتقلص. ثم أقول يا مفرطا في جلدي، يجلد ذاته هذا الإنسان المغرب لأنه ابتعد عن بلاده. هذا الحنين إلى البلاد التي ابتعد عنها هذا المغرب. نعم. عنوة. متى سيشفى هذا الحنين؟ لا أدري، مع مثل هذا
الطغيان أظن الأمر قد يتأخر، لكن هناك بوادر لا أدري متى سيأتي النصر من الله والفرج من الله، بقدر صبرنا سيأتي إن شاء الله ولو طالت السنون. هل لديكم يعني العديد من أمثال الساروت أم نعم أنك ترين نعم أن المسألة؟ نعم عندنا الكثير، عندنا مثلا قاشوش الثورة في البداية في حماة، عندنا أنا أتحدث في المقبل، هل لا تزال شعل الأمل نعم مشتعلة؟ ما أنت ترين أن المسألة تتعلق فقط بنموذج مثلا ربما لا يتكرر؟ لا لا، هناك مجاهدون مخلصون كثر ما زالوا هناك الآن على الجبهات وسيحملون راية الساروت، عظامه ستكون لواء كما قال شوقي عن المختار، ركزوا رفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساء. الساروت سيستنهض الثورة والثوار الجديد وسيستنهض الوادي صباح مساء أيضا. نعم. إلى قصيدة جديدة تلخص وجعا آخر. نعم. ربما هذه القصيدة كتبتها أول دخولي من سوريا، قشق كما يقولون بالتركية تهريبا. نعم. إلى تركيا وصلت عنتاب، رأيت طفلا يجر عربة، وكان بالنسبة إلي هذا أول مشهد أراه لشخص سوري، طفل سوري. فدعاني الأمر إلى أن أكتب لوحات عن الوجع السوري، فأنا أستذكر فيها الماضي الذي كنت أعيشه داخل الوطن وتغربي حديثا. قمت بجر هذه العربة ومرت هذه العربة على العديد من الجراحات والأوجاع التي عشتها. نعم، ثم اعتدنا، أنا لم أعتد هذا الأمر، هذا المشهد، الآن اعتدنا الكثير من المشهد. خذين إلى وجع تلك العربة إذا. أقول غناء على حافة الموت. نعم. يعني سيبقى الحلم على فكرة، لن يموت، حلم يخيط من الترقب مئزرة، لا صبر يوقف في الفؤاد تجذره، شوق طفولي يرتق ثوبه من غيمة ظمأة إلى أن تمطره، وعلى جفون العمر الدمع خوفه للدمع يغسل عن سنيه توتره. الله. متبعثر مزقا يلملم ما ذوى كالصوت يجمع في صداه تبعثره، نزق كليل الهاربين من الردى، نزق نزق كليل الهاربين من الردى وخطى ملوعة بليل المقبرة. الله. لولا انكماش الصبح ما ألفيته بالباب ينتظر الحدود المقفرة، طال انبثاق الفجر من آذاره عيا انتظارا في الفراغ ولم يره. وحناجر الماضين رجع تفاؤل من حصر من خلق الربيع لنعصره، الشاي مر في ليالي ريفنا ونصب من كأس التفاؤل سكره، القمح شح كالعجاف ولم نزل نشدو ونحصد في رؤانا بيدره. الله. وعلى رصيف الجوع حيث المنتأى، حيث الشقاء يلوك عمرك أكثره، صندوق حاوية ولحن صريره آهات طفل كالسنون جرره. صندوق حاوية ولحن صريره آهات طفل كالسنون جرره، في عزمه لغة تحير شاعرا من قبل نضج الشعر فيه كبره، سأعود ممتلئ القصيدة في يدي كغنيهم نظارتان وقندرة، حلم من البلور يرقص ضوءه في مقلتيه ولا يخاف تكسره، من أوجع الطفل الكبير تخيلا كي يفهم الرجل الصغير تكبره. وتعد حائرة شفاه سؤالها، وتعد ثائرة شفاه سؤالها، من يغسل الوطن الشقي تكدره؟ لا رد تكتبه القصيدة بعدما جفت على سعف الهموم المحبرة، جفت على سعف الهموم المحبرة، لا ملح
لا ملح يطوي، عفوا، لا ماء يطفئ في الخطيئة نارها، أو ملح يكوي جرحها ليطهره. فتمد منتصف السؤال تفاؤلا، من ذا الذي شق الظلام لنعبره؟ لا رد، لا رد ينزل كالسكينة وقعه، وحيا يرتل ما تقول الحنجرة. الله. فتعض عنابا تشقق، ثم إن يئست تغيب مع الضباب مكدرة. مطر الشتات صهيله في قمحنا قهر، ويجري في دمانا أنهرة. مطر الشتات، مطر الشتات صهيله في قمحنا قهر، ويجري في دمانا أنهرة. وعلى امتداد الحلم في أعماقنا وطن ينوح على الركام كقبرة. الله الله. وتظل نافذة الفضاء ملاذه، وضلوعه بالياسمين مدثرة. يبكي ويرسل للزفاف ربيعه، ويصبر النارنج فيه صنوبرة. الله الله. لولاهما غنت سنابل حلمه، لولاهما غنت، لولاهما غنت سنابل حلمه، حتى وإن بلغت شفير الغرغرة. حتى وإن بلغت شفير الغرغرة، فالأمل باق. نعم. بأن يرد هذا الغناء من أوشك على الاحتضار، أن يرده إلى نعم. جنته المنتظرة، نعم. والتي لا تنازل عنها ولا شك في ذلك. نعم. لابد أن نستريح الآن مع قصيدة أخرى، ولكن مع شاعر آخر، ما رأيك؟ جميل جميل، نستمع. مشاهدينا الكرام، إذن نخرج إياكم الآن إلى فقرة قصيدة للوطن، نتابع هذه القصيدة ومن ثم نواصل لنستمع إلى جديد شاعرتنا، ابقوا معنا. صلاة من أجل الحمس، سآتي إلى حمص بعد قليل، سأدخلها آمنا بحماية أبنائها ويقيني بهم وقرابة 20 عاما من الغيب والهينمات الغريرة. 20 عاما تنكر لي في مفارقها حرس دججوني بأسلحة لا أراها، ومروا علي بأسلحة لا أراها، ولكنني سوف آتي إليها على أي نحو تشاء. أليس لهذه المدينة أن تشتريني ولو بقليل من الورس والآس والمرحبات؟ سآتي إليها ولو لاجئا، إذ تغير معنى اللجوء وغادر قاموسه اللغوي القديم، فكيف أهندس قاموس حمص وليس لمثلي إمام ولا صلوات تبدد شكا، وليس له غير رب يرتل آياته في سريرته ريثما ينجلي فجرها عن معالمها، ليقول لنا آمن كل من قال أو لم يقل تؤمنون ولا تؤمنون. فكل الذين أضاءوا مواعيدها بشموع أصابعهم كي ترى غدها أهلنا. وحمص كما أمها سوريا فوق كل الظنون، سآتي إلى حمص وحدي، سآتي إلى حمص ألفا، سآتي إليها حنانا وزلفا. فحمص التي عمدتني، وحمص التي أسلمتني، يليق بها أن أكون لها ألف حب وحزن ونهر من الذكريات لتشفى
حياكم الله أعزائنا المشاهدين، متواصلون معكم في هذا العدد من بيت القصيد رفقة الشاعرة السورية نارت الشيخ. ولحزن الدم القريب أثر لا تمحوه السنون مهما زادت وجع الغربة وألم الفراق ومجهولية المصير. نعم. إلى القصيدة الجديدة وقصة هذه القصيدة قبل إلقائها. القصيدة عن أخي فهد، هذا الأسير الذي لا نعرف ولم يأتنا أي خبر عنه منذ اعتقاله تقريبا سيقارب 5 سنوات تقريبا. ذات مرة وصفته في إحدى الندوات التي ألقيت بها أظن قصيدة مثلها أو نعم قصيدة مثلها نفسها. أو هي هي نفسها. قلت إلى أخي فهد الوجع الذي لا نعم ينام. نعم، الوجع الذي لا ينام. تفضل. طبعا أنا أتحدث فيها عن بداية سماعي للخبر ثم انتظار يعني ترقب عودة فهد. نعم. ثم طالت السنين. تفضل. أقول ما بين مطرقتين، ما بين مطرقتين الخوف والوجد ولوعة لم يكن من نسفها بد. نراقب الدرب، هل للدرب أجنحة بنا تطير؟ فما المنفى لنا قيد؟ مر النهار، أرخى النهار جفون الليل، فاستعرت في القلب أسئلة، ها لم يعد فهد؟ الله. تعوي الذئاب كأوجاع بأضلعنا، تستثمر اللحظة الكسلى فتشتد، والانتظار بطيء الخطو ساعته، بألف عام ولا يكفيكها عد. بألف عام ولا يكفيكها عد. ما بين خوفين، خوف الموت يلسعنا وخوف طول غياب عمرنا يعدو، نشد حبل الأسى نسعى لآخره، فينهك الصبر فينا ذلك الشد. نشد حبل الأسى نسعى لآخره، فينهك الصبر فينا ذلك الشد، نظن أقصر من عام فنسحبه، وإذ به في دروب العمر يمتد. الله. نقوم السهم كي نغتال فاجعة، نغتالنا دون قصد حين يرتد. ما أوجع السيف، ما أوجع الوقت سيفا باردا صدئا، لا يقطع الحزن إذ ينبو به حد. ما أوجع الوقت سيفا، ما أوجع الوقت سيفا باردا صدئا، لا يقطع الحزن إذ ينبو به حد. والآن أربعة الأعوام مثقلة، عادت لمخدعها لكنه بعد. يا حادي العيس، يا حادي العيس، هلا مسقة لثمت خديه ألثمها كي يورق الخد. يا حادي العيس، هاك الصوت، صوت دمي صداه في الخافقين، الشوق والوجد مرينا بيكم فهد، واحنا بقطار النوال اسمعنا دقق هوا ولا حيكم ورد. مرينا بيكم فهد واحنا بقطار النوى، لسمعنا دقق هوا ولا حيكم ورد. لا ألمح الشمس إن حلت ضفائرها، في عيني الكون مضغي يبت مسود. في عيني الكون مضغي يبت مسود. إن كنت حيا ستحيا داخلي مدن، وتستحيل سدى إن ضمك اللحد. سأل الله أن يهدئ قلوبكم. آمين. بخبر طيب. آمين. أما قريب. آمين. حاله كحال كل الأسرى أصدقائي. حتى تكتبي فيه قصيدة استقباله فرحا وانتشاء، وما ذلك على الله بعزيز. هؤلاء الشهداء الأحياء. نعم. الذين يتركون في قلوب ذويهم أثرا مضطربا. نعم. أهم شهداء؟ أهم أحياء؟ أهم بيننا؟ أهم لا يزالون على سطح هذا الكوكب؟ أم تحتضنهم غربة ما باطن الأرض مثلا؟ أمر آخر أشد وطأة في النفس؟ هذه هي الاعتمالات والاضطرابات التي تصيب الأسرة
التي تعيش حالة فقدان أحد أبنائها ولا تعلم إذا كان على قيد الحياة أو غير ذلك. لو لك فقط أن تضعين بقصة سواء من بيتكم الذي ينتظر عائدا طال غيابه أو من بيت آخر، شعور هؤلاء الناس ومواقفهم أو مواقفهم ويومياتهم حينما يتذكرون أبنائهم المغيبين. نعم، يعني هذه الحيرة كما أسلفت سابقا حضرتك هي حيرة موجعة. يعني أحيانا إذا أنت مثلا عرفت أن هذا الشخص استشهد، نعم، أو قتل، يعني أيا كان، فتشعر بأنك تعيش على ذكرى هذا الشخص الذي لن يعود، يسلم للقدر بشيء، نعم، من الحزن وتستريح. لكن هذه الحيرة تجعلك تعيش التشتت، نعم، شتات فوق شتات الغربة وألم ووجع الغربة، لكن تعيش أيضا هذه الحيرة، ترى هل هو حي؟ هل هو ميت؟ لا تستطيع أن تحرك ساكنة، أنت تجمد في مكانك، نعم، لا تستطيع لا أن تتقدم إلى الأمام خطوة ولا أن تعود إلى الخلف خطوة. وأذكر هذا من بيتي، يعني الآن مثلا والدتي هناك رفضت أن تخرج من منزلها لأنها تنتظره، هي على أمل أن يعود وتمنى أن يعود وربما لا. لذلك الإنسان في كل بيت قصة من هذا النوع، في كل بيت سوري. هذا ما أستطيع أن أذكره يعني بالنسبة لهذا الأمر. بعد وجبة دسمة من الشجن والحزن الذي أتمنى أن يزول قريبا، لابد من استراحة قصيرة وفاصل، بعده نواصل ما لديك من قصائد متبقية. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، ولا نزال في رحاب هذا العدد المتميز بحزنه وفرحه من برنامجكم بيت القصيد رفقة الشاعر السورية نارت الشيخ. حياك الله. متلازمة الفرح والحزن التي تخلق داخلك شعور الشاعرة، حتى أنك حينما تحدثت وكتبت عن الساروت عبد الباسط الساروت رحمه الله قلت بصورة أو بأخرى إن مشاعر الألم والفرح تمتزج في داخلك. نعم. هل هذه ما تشكل تجربتك الخاصة، مشاعر الألم حينما تختلط بالفرح؟ يعني أريد أن أكون صريحة في هذا الأمر. تفضل. إلى الآن مشاعر الفرح لم تشكل مني شاعرة، ليس يأساً ولا، لكن هو يعني الحزن الذي نعيشه، الوجع، نعم، الذي نعيشه. أما عندما ذكرت تحدثت أنا لم أكتب بعد عن الساروت، أنا يعني ذكرت أبياتا عن الشهداء والأسرى. منذ البارحة أحاول لا أستطيع لأن الكلمات تعجز عن وصف الساروت. أنا كنت سعيدة لأن هذا الإنسان فاز، هذا الشهيد رحمه الله بإذن الله فاز ونحن خسرناه. أنا حزنت على هذا الخسران، نعم، نحن الذي خسرنا الشهيد. فإذا الألم مبدئيا الألم هو الذي شكل تجربتي. لا أدري، أنا أسأل نفسي، ربما أنت ذكرت عندما يعود فهد إن شاء الله ستكتبين قصيدة في الفرح، ربما يومها لن أستطيع أن أكتب، ربما تكون قصيدتي هي سجدة الشكر وقتها فقط. الله، نتمنى ألا يحرمك الله كرامة هذه السجدة، ونسأل الله أن يفرح الشعب لو توقفت عن كتابة الألم. يعني جميل هذا التصور وهذه التضحية. إن شاء الله. لو أردنا أن نتحدث بعيدا عن الشعر، يعني دعينا نتناقش، نعم، قليلا، نعم، لو أردنا أن نتحدث عن المشهد الشعري السوري المغترب هنا أو هناك، حينما نريد أن نصف هذه الحالة الشعرية لدى العديد من الشعراء، هل ترين أن تجارب الشعراء يعني تتوائم مع ما قدم الشارع السوري من تضحية؟
نعم، لأن برأيي أنا أولا سأفرق بين هناك وهنا. يعني هناك في المناطق المحررة هناك شعراء ربما أنا لم أتعرف عليهم بعد، أما في المناطق غير المحررة فأنا لن أضعهم في الجانب الذي سنتحدث عنه الآن. تفضل. نحن نتحدث عن الإنسان، عن الشعب. بالنسبة للشعراء الذين هم الكلمة، بداية الكلمة معروف، هذا التشبيه نعرفه جميعا، الكلمة كالرصاصة لا يمكن أن ينفصل. وأنا أعرف مجموعة من الشعراء يقاتلون ويناضلون بالحرف وإن لم يستطيعوا بالسلاح. الكلمة كالرصاص. نعم، كالرصاص لا يمكن، يعني لا يمكن أن ينفصل. وإن كنا نرى أن هناك من يجاهد، مثلا ذكرنا الساروت، هو حارس مرمى عفوا ومنشد الثورة السورية، فهل أناشيده هذه الأناشيد جعلته يتوقف عن الجهاد في ساحة الثورة؟ لا، إذن هو استمر. لذلك الشعراء هنا هم أيضا يحملون لواء الثورة، وعلى الأقل يريدون أن يوصلوا هذا الصوت إلى كل مكان في العالم. إلى الذين يتخاذلون تستدرجهم الدنيا الحياة، وإلى من يتهاونون فيتسلل إلى نفوسهم اليأس والإحباط، رسالة مشفقة عليهم، ماذا عساك قائلة؟ نعم، هم يشفقون علينا أحياناً، وليسوا فقط متخاذلين أستاذ مصطفى، وإنما متهمين أيضاً، يتهموننا بأننا خسرنا وتركنا منازلنا وخرجنا وأشياء كثيرة، يعني حتى اعتقال أخي فهد بعضهم يرد السبب إلي. نعم. لكن أنا حقيقة أشفق عليكم، أنا كنت أعيش حياة طيبة لكني لم أرضى بهذا الظلم الذي يعيشه شعبي، لم أرضى بهذا القصف، قصف الكيماوي خاصة، أشعر بهناك ألم، فأنا أشفق عليكم. الدنيا الآن بطولها وعرضها حسب ظنكم هي لكم، لكن في الحقيقة لا، هي للأحرار. الله، بظاهرها ترون الدنيا لكم، لكن الحقيقة تقول إنها ستؤول إلى الأحرار، طال الزمن أم قصر، وهناك الجنة. يعني حدثيني قليلا عن صدمة الكيماوي في نفسك. يعني صدقا أستاذ معاذ، أكثر ما يهيج الألم في صدر الكيماوي، والمشاهد التي تؤثر، حتى إني اعتدت بعض المشاهد من القصف العادي، يعني قصف الطائرات، الأشلاء المتناثرة، أما الكيماوي لا أدري، لأن الأمر خاص، ربما الأمر خاص بي أنا. يعني مشاهدة الأطفال، أنا عندي أطفال، ومشاهدة الأطفال يرتجفون بهذا الشكل، يعني لا يمكن أن أصفهم. أنا لم أقف عند هذا الأمر، يعني كتبت أذكر عن الغوطة، لا أتذكر، قديما جدا يعني أكثر. ألا يمكن أن يكون مشاهد تمثيلية مثلا؟ لا لا، هم يقولون مشاهد، لكن أنا أستغرب حقيقة، هم يعني برأيي يضحكون على أنفسهم، يسخرون من أنفسهم أصلا. مشهد تمثيلي كالذي مثلته أمل عرفة، ولا أدري من مشهد تمثيلي هذا، ما على من أنتم، على من يعني لمن تبررون هذا الكلام؟ الله شاهد على هذا. لا أذكر أنا يعني الغوطة أكثر مشهد أثر بي هذا. كتبت قصيدة لا أذكرها الآن عن الموت الموجع، في الغوطة مهلا لا تسرع، فالموت إليهم قد أسرع، لا أذكرها كاملة لكن أنشدت هي هذه القصيدة. إلى قصيدة أخرى لعل وطأة الحزن فيها تكون أقل من صدمة الكيماوي. هذه القصيدة أيضا لها قصة. بعد 4 سنوات تقريبا زرت أخي في براجيك في أورفا، وأختي في عنتاب، فاقتربنا من الحدود السورية. يعني كانت هناك، عذرا، يعني كانت هناك إشارات تقول جرابلس وقرقميش ولا أدري، فهاج الشوق في داخلي، قلت صوت كخبط شجوني في دمي أنت يا أيها الشوق، أنا أسكن الصوت، صوت كخبط شجوني في دمي أنت يا أيها الشوق، يا أيها الشوق، أنا أسكن الصوت، هذا الضجيج به أحيا غداة بنا في كل زاوية من خافقي بيتا. الله،
هذا الضجيج به أحيا غداة بنا في كل زاوية من خافقي بيتا رحا تدور برأسي كلما هدأت يدور ظلي وقد أمسيتني شتى رحا تدور برأسي كلما هدأت رحا تدور برأسي كلما هدأت يدور ظلي وقد أمسيتني شتى كنت الشريدة لا ألوي على أمل وصاحبي في مدارات النوى أنت الله 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 نؤرشف العمر ألبوما نقلبه نسامر الحي ممن ظل والميت اثنان نفتح للذكرى نوافذنا نعاقب النفس لو والمشتهى ليت الله يا ليت مصباحهم ليل الضياع أنا أو ليتني صرت في مصباحهم زيتا حتى أذوب على أحداقهم صورا وفي دقائقهم أنسابني وقتا اثنان نفتح للذكرى نوافذنا نعاقب النفس لو والمشتهى ليتا يا ليت مصباحهم ليل الضياع أنا أو ليتني صرت في مصباحهم زيتا حتى أذوب على أحداقهم صورا وفي دقائقهم أنسابني وقتا لا إن عتقت شجوني من لظى رئتي ترتاح روحي ولا ترتاح بي صمتا الله لا إن عتقت شجوني من لظى رئتي ترتاح روحي ولا ترتاح بي صمتا مرت وأنت على الأسلاك مضطجع مدت إليك يدا يا موطني هيتا قد عضها الشوق فاقتصت بأضلعها تغلغلت فيك ما شاءت وما شئت مرت وأنت على الأسلاك مضطجع مرت وأنت على الأسلاك مضطجع مدت إليك يدا يا موطني هيتا قد عضها الوجد فاقتصت بأضلعها تغلغلت فيك ما شاءت وما شئت إغفاءة في فراش الشوق موجعة حين استفاقت وما في حضنها كنت يا الله ما ابتل معطفها ما زال في ظمأ لضمة خصبة تجتاحها حتى وجع لم ينتهي بعد نعم وختام القصيدة يدل على أن هناك شيئا لم تقله الشاعرة بعد وأجلته إلى موعد منتظر نعم. ومرتقب لأن حتى دائما يأتي بعدها كلام نعم فالوقوف على حتى يعني هناك لا أذكر من القائل جاء في الأثر أموت وفي نفسي شيء من حتى نعم سيبويه يقال إنه سيبويه نعم. أموت وفي نفسي شيء من حتى وهنا ربما كان في نفس الشعر أنها ستعيش نعم. وفي نفسها شيء جميلة هذه القراءة أستاذ مصطفى حتى. وليس غريبا عليك يعني قراءة أشكرك يعني. الآن دعينا نذهب إلى ما هو أعمق من تحليل النص نعم. إلى القصة التي دفعتك إلى كتابة نعم. هذه القصيدة أنت كنت على مشارف نعم يعني لم أرى الحدود لكن كنت في زيارة لأخي محمد ومعي أختي تغريد المسألة من قبيل المصادفة كانت. نعم نعم أنا في زيارة هم أصلاً يعني قريبون من الحدود جداً فيعني تحركت مشاعر الشوق بشكل ضجيج مزعج يعني ضجيج صار رغم يعني أنا فرحة سعيدة لأني ألتقي بأهلي هناك بعد سنوات ذهبت من إسطنبول أنا لكن الوطن هناك وهو قريب ولا تستطيع الذهاب شيء يعني. قاس جداً أن يكون محتل أحلام الباحثين عن الحرية نعم. قاس بالفعل أن يكون من أبناء جلدتهم أليس نعم. كذلك؟ نعم طبيعي وهذا هو المؤلم يعني أنا مثلاً في القضية الفلسطينية عندنا إسرائيل وعندنا فالأمر أنا برأيي ربما يكون يعني بديهياً أكثر أما من أبناء وطنك ولأنك قلت لا يعني فالأمر مزعج كانوا يستطيعون استيعاب الشعب على فكرة ويفتحون مجالات أكثر لكن لا أدري القتل مؤلم أن يقتل الأخ أخاه لنتحدث الآن بشيء من الإنصاف عن واقع الأم نعم.
السورية. نعم. التي صبرت ولا تزال حاضرة. نعم. في الداخل، مصابرة مثابرة في بعض المناطق التي تصفونها محررة طبعا. نعم. في الغربة التي أجبرت عليها، لمسة وفاء لهذه الأم، لهذه المرأة المثابرة، ماذا عساك قائلة لهن أو إليهن؟ يعني أولاً أريد أن أشكرهن على هذا الصبر، ويعني تضيق الكلمات أيضاً بوصفهن. بعض الأمهات خرجن وبعضهن بقي، أنا مثال أمي الصابرة التي تنتظر فهد، وأمثالها كثر هناك. إن شاء الله سيعوض الله صبرهن كل خير، لكن أنا أريد منهن أن يقيس، يعني أن تقيس كل امرأة، كل أم على واحدة أخرى. مثلاً أم الساروتي فقدت كثيراً من أبنائها، الكل أظن. فبعض الأمهات فقدنا واحداً، شخصاً واحداً، والفقد صعب بكل الأحوال، لكن لا يعني لا يمكنهن إلا الصبر الآن، الصبر، وهن صبورات حقيقة. لكن أسأل الله أن يعوضهن كل شيء في الجنة. نسأل الله ذلك. هن صبورات، لكننا لن نصبر على نص جديد. خذينا إلى قصيدة أخرى مما تفضلين قراءته. هناك متسع لقصيدتين، لك أن تنتقي. نعم. قصيدة جميل الآن مازلنا، ونؤجل الختامية إلى ما بعد سؤال. نعم. أو سؤالين إن شاء الله. الآن متاهة المنفى أيضا. أنا ما زلت أستاذ مصطفى، تجربتي بعد انتقالي إلى تركيا يعني تخصصت في جانب واحد تقريبا، مع محاولة هربي أحيانا، كما سنذهب إلى قصيدة لاحقة إن شاء الله. تفضل. الآن هذه القصيدة أيضا متاهة المنفى، هذه قصتها بعد السنين في الغربة عشتها، وأنا أجد السوريين في كل مكان، يذهبون إلى كل مكان، الأبواب تغلق أمامهم، يطردون أحيانا، يعني معاناة كبيرة جدا. فأنا جعلتها متاهة المنفى. على كفه كل الدروب تقاطعت، إلى حيث لا يدري يصوب سهمه، إلى حيث منفاه العقيم وما به سوى أوجه شتى تراقب سقمه. تأبط حلما داميا، ويكأنه على كف عفريت تأبط جرمه. إلى خيمة بين الحدود، وكم بها شقي تجازي ثورة الدمع كمه. تقاذفه موج الحنين فلم ينؤ، بمجداف صبر ظل يغلب يمه. الله الله الله. به عزمه الفولاذ ما يشبه الردى، عنيدا إذا ما اليأس ناداه كمه. إلى منجم في باطن الروح يختفي، وفي جيبه المثقوب أودع حلمه. ينقب في فوضاه عن بعض سعده، فإن صاد نزرا في الخيال أتمه. ينقب في فوضاه عن بعض، ينقب في فوضاه عن بعض سعده، فإن صاد نزرا في الخيال أتمه. الله الله. ومر على الأطلال طيفا مسلما، وكل جدار في مدى الشوق أمه. الله. وألقت عليه الذكريات قميصها، فأطرق يبكي من حنين وشمه. حطامي وأوراقي ومسقة خافقي، وما إن تراءى مقبض الباب ضمه. يتيما كأشجار الصنوبر لم يزل، يخط على وجه الصنوبر يتمه. يا الله. إلى أي درب والدروب تشابهت، وفي ليله اللجي ضيع نجمه. إلى أي فجر والظلام معتق، إذا لاح ضوء أسدل الخوف عتمه. إلى الموت محموما تمناه ميتا، وهيهات يثني ساعد الموت عزمه. إلى الموت محموما تمناه، إلى الموت محموما
تمناه ميتا. يا الله. وهيهات يثني ساعد الموت عزمه حنانيك ربي. حنانيك ربي ميت في ثيابه يتوق إلى قبر ليدفن همه. حنانيك ربي ميت في ثيابه يتوق إلى قبر ليدفن همه وما هو إلا تائه في فراغه يحدق لا منفى ولا قبر ضمه. يحدق لا منفى ولا قبر ضمه. هذا الوجع السوري، ولكن بطريقة مختلفة سيكون السؤال. هل أنت كسورية وكشاعرة سورية ترين أن الوجع السوري أكبر أوجاعنا العربية؟ لا لا لا، أنا قطعا لا، بالعكس، ربما جدة الوجع هي التي تؤثر فينا الآن. تقادم الوجع أيضا يعني نصبح يعني نعتاده بطريقة أو بأخرى. جدة الوجع، مع أني على فكرة أستاذ مصطفى أنا أجد أن هذا الوجع هو مفتاح للخلاص حتى في فلسطين إن شاء الله. قناعة يعني في داخلي لا يمكن أن تفنى أبدا. جميل هذا اليقين وهذا الاستبشار. نعم. ويقين بالله أن الفرج في سوريا سيجر فرجا إلى غيرها من الدول بما فيها فلسطين. والأقصى هل له في بالك أي شجون وذكريات طبعاً. أو أي أمل قادم؟ أنا بالنسبة للشعر كان عندي الكثير من القصائد في الداخل، عندما يعني قبل الوجع السوري كانت القصائد كثيرة عندي عن القصة. لا أقصد أنا الشعر، وإن كان علي. الشعر حاضر في الأقصى. نعم. لكن كروح شاعرة تأمل بأن يكون الفرج. نعم. قادما، هل ترين أنه سيشمل أيضا الأقصى عاجلا؟ طبعا، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها يعني أهله. أستاذ مصطفى، نحن نراقب الوقت دائما، وفي الحرية لا تراقب وقتا أبدا، لا تنتظر وقتا، ستفرج في النهاية. جميل هذا المعنى. نعم. نحن نراقب الوقت دائما، لكن عليك في الحرية أن لا تراقب الوقت. لا. لا، لو بعد سنوات، وعندنا أمثلة، أنا لا أذكر الآن أمثلة يعني كثيرة. يعني الوقت جزء من هذه التضحية من أجل نيل الحرية. الوقت، اترك الوقت، أنت الآن خارج الوقت، أنت كثائر ومناضل، أنت خارج الوقت، فدعك منه. لكن أنا الآن علي أن أنتبه أكثر للوقت. لا. لأنه لم يتبقى وقت. خذينا إلى القصيدة الختامية، مجبر للأسف أن أهتم بالوقت الآن. جيد. ولكن مقولتك تخلد، حينما تبحث عن الحرية لا تفكر بالوقت كثيرا، اترك الوقت يسير كيفما يشاء. نعم. حتى تقطف حريتك التي تستحق. إلى قصيدتك التي نستحق. القصيدة الأخيرة ظلال منسية. أنا قلت أحاول أحيانا الخروج خارج دائرة الضيق والحزن في المنفأ. تفضل. حاولت، لكن ستجد فيها أيضا ما لم أتمكن من التخلص من أسره. أقول الشعر قنديل يضيء يدي، يمتد في رئة المدى جنيا، يخطو كما الليل المسافر في دمي، يتسلق المنفى على شفتي، في روحه روحي، ولا أرواح تعرف أنني أخفي الهوى عذريا. الله. في روحه روحي، ولا أرواح تعرف أنني أخفي الهوى عذريا، لموعد معه بلا إذن، وأعذب ما يكون لقاؤنا عفويا، منه أفر ولا مفر، يجيئني حتما ككل ذنوبنا مقضيا، وأتوب أطلق في الفضاء تمائمي، فكأنني وكأنها لا شيء. ألقاه مرتديا وشاح مشاعري، ليعود من بين النساء إلي، يختارني لندور بين عيونهن ونحتسي فنجاننا السحرية. لم يلتفت لأصابع قطعنها، ألقى الوشاح على شذا كتفي، ودعا فؤادي كي يغيب بروحه. يا من أراه على اللظى منسيا، يا أيها المغزول من دمع الفرات هوى، يسيل على الخدود نديا. لم تمتلئ عيناي منك قصيدة، فتعال تحت ظلالها نتفيا. الله الله، لا تجزعي
يوما أخيت ربما كان الجمال بشمسها سورية. المهم من الجميل أن كانت الخاتمة بما فيها من ألم، إلا أن الأمل كان حاضرا. كلمة ختامية يسجلها التاريخ عليك بسطور قليلة للوطن الكبير، ليس فقط سوريا وإنما الأمة العربية التي تحلم بالحرية. رسالتك؟ رسالتي هي أن نترك العنصرية جانبا، الفرقة، هذه يعني هذا الاختلاف بين الشعوب، فلندع كل أمر جانبا ولنتحد سويا من أجل الحرية. نعم، كشعوب. سعدت جدا بك سيدة نارت الشيخ الشاعرة السورية، وأتمنى أن يتكرر مثل هذا اللقاء الجميل في قادم المواعيد. إن شاء الله، أنا سعيدة بكم أكثر. شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، أو ربما كانت شاعرة. حتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء. شكرا أستاذة.